هاي جايز، كيفكن؟ سهرانين وعم نلعب جاكيرو. اوكي، وعم ناكل كعك وكعك كنافه ولا شو هذا؟ هذا كعك كعك وجواته كنافه بيكون. فعم يقولوا لي هي اكله لبنانيه بيتروقوها الصبح، فقلنا منتعشاها المساء. متسحره. هاي كيفكم يا جماعه؟ محمود بدي احكي لكم شغله. محمود كاني طالبه خطيب من الانترنت، مواصفات اللي انا عايزتها كتبت بدي هيك دليفري. بدي كذا كذا كذا، وصلني دليفري هالانسان. المواصفات اللي انا طلبتها كاني كتبتها ووصيت. والله نفس يعني. شوفوا 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 ييه. انت بتعرفي من وين انا جايبك؟ احذري شو. من وين؟ ما تجيب العيد. لا والله بالعكس، يلا يعني اذا حلمت بهيك انساني ما رح تطلع لي بالمنام. الله. الله يعني انا امي داعيت لي. شوفوا شوفوا ست البيت، سلم ايديك يا بيسو. الله يسلمك. شو هالاموره هيك الصغيره اللي عم تنظف هيك؟ صح عم تظبطي المطبخ بس ما بتركك. بساعدك؟ عم يساعدني يا بابا. هيك عم بستناك يا. سلم ايديك. الله يسلمك. يوسف، كم؟ شو؟ تعال. شوفي. تعال. خبرك سر، أنا زعلان منك والله. ليه؟ تعال. ليه زعلان؟ والله هيك. زعلان مني. ليه يا عمري زعلان؟ ليه زعلان؟ ايش في؟ ولا شيء. ليه زعلان؟ هيك زعلان. ليه؟ شو في؟ انا سويت شيء؟ ايوه. شو سويت؟ لك احكي. ما غنيتي لي اليوم؟ ما غنيتي؟ غني لك؟ يلا، اغنية واحدة. الله. وبحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني. الله. لو انت مطلعيني بحبك موت. الله الله. يلا لفيت، يلا لفيت. قدي ايه لفيت، ما لقيت غير في حضنك بيت. وبقولك انا حنيت بعل وصوت. انا لو دوست خمس مرات. برافو.